تعقد لجنة القضية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يكون الشهود من خبراء في مجال القانون، فيما أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مصادقتها على التقرير الخاص بعزل ترامب. هاتفيا معنا من واشنطن أمير نبيل، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ أمير. هل أنت معنا أستاذ أمير؟ مع حضرتك سامع. أهلا بك. طيب، يعني الجلسة بدأت، أولى الجلسات فيما يتعلق باللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لمساءلة الرئيس ترامب، ما الذي تعتقد من الممكن أن يخرج من هذه الجلسة الأولى؟ يعني هو طبعا هناك توجه قوي من جانب الديمقراطيين لإتمام قضية عزل ترامب، ويعني من الناحية القانونية وإجراء الموافقة في داخل لجنة الاستخبارات بالأغلبية لتوجيه هذا التقرير الخاص بها إلى اللجنة القضائية لإتمام عملية دراسة الملف، ويعني التوجه ناحية يعني عزل ترامب واستكمال قضية مساءلته. هناك طبعا شد وجذب ما بين الحزبين الرئيسيين، الجمهوريون يرفضون التعاون تماما مع هذه اللجنة ومع مجلس النواب عموما فيما يخص الأغلبية الديمقراطية. هناك طبعا القضية يعني تتعلق بمشكلة التعاون مع الدول الخارجية والأطراف الخارجية للتأثير على الانتخابات المزمع إجراءها العام القادم 2020، وتسعى يعني او يسعى الديمقراطيون للحديث عن ملفات اخرى تسيء الى الرئيس ترامب باعتباره من وجهه نظرهم غير مؤهل لاستكمال او لخوض الانتخابات الرئاسيه القادمه ولاستكمال ولايه او يعني اتمام ولايه ثانيه له في الانتخابات في منصبه في البيت الابيض. ولكن ماذا عن موقف الرئيس ترامب نفسه الذي يقاطع طبعا أيضا كل هذه الإجراءات؟ هل تتوقع أنه من الثقة بمكان بحيث يواصل هذه المقاطعة لأنه متأكد من موقفه؟ وطبعا هو الرئيس دونالد ترامب يعني ثابت ومتشبث بموقف المعارضة تجاه قضية المساءلة، ويستخدم كافة الوسائل بما في ذلك الوسائل القانونية باستخدام المحامين، كبار المحامين الذين يعني يمثلونه في ما يخص القضايا، وباستخدام أيضا تويتر الذي لديه أكثر من 60 مليون متابع حول العالم للتأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي، واستخدام الأغلبية الجمهورية أخيرا في مجلس الشيوخ التي تنصره، وهو يعتقد أن وصول ملف المساءلة الخاص به إلى مجلس الشيوخ هو نقطة إيجابية، لأنه يعتقد أن الجمهوريين من أنصاره في حزب الجمهوري يقفون إلى جانبه إذا ما وصلت القضية إلى مجلس الشيوخ، إلا إذا حدث مفاجأة وانقلب بعض الجمهوريين عليه من داخل مجلس الشيوخ، لأن طبعا مجلس الشيوخ يعد يعني الجهة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة بعد استكمال الملف ومناقشته في اللجنة القضائية بمجلس النواب. فترامب يعني متشبث بهذا الموقف، ويعتقد أن هذه القضية لن تستكمل بشكل ناجح، لكن مجلس النواب بالأغلبية الديمقراطية حريصون على استكمالها، وأن هناك بوادر قد تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفهم وهو عزله من منصبه. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، أستاذ أمير نبيل، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط.